كيفية المسح على الجورب. المسح على الجورب هو المسح على أعلاه، أن يمسح أعلى الجورب. ما أدري تتضح هنا ولا لا، ممكن تنزل الكاميرا. يعني بعد أن يبلل كفيه بالماء هكذا، يبلل كفيه بالماء، ينزل بكفيه هكذا على قدميه هكذا بس. وممكن اليمنى أولا واليسرى ثانيا، أو اليسرى قبل اليمنى ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن لو مسحهما معا فهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لقوله في حديث مغيرة، قال فمسح عليهما أو فمسحهما، فدل على أنه مسحهما معا، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى.